قرية غرب سهيل محافظة أسوان 15/3/2000. تعرف عليك؟ محمد حمادة محمد. أهلا وسهلا يا محمد. أنا عرفت إن أنت أشهر واحد هنا في قرية غرب سهيل، بتحنط التماسيح ومهتم بالتماسيح يعني. بحب أحنطها يعني الأحجام كلها، الحجم من أصغر حجم لأكبر حجم. في أحجام أصغر من كده كمان بحنطها. ده بص، ده ذكر التمساح لسه يا دوبك ليه اسبوعين، حتى الجلد لسه طري. الجلد طري لسه واحد بالطبيعة بتاعته. ده حجمه طبيعي؟ ده حجمه الطبيعي. بس لخو ده عمره قد ايه بقى؟ يا جيله بتاع 7 شهور 8 شهور كده. وريه الديل بتاعه كده؟ الديل بتاعه ده انا فاتحه، هو الديل بتاعه بيبتدي من هنا. الديل بتاعه بيبتدي من هنا، ده اخر حته الديل. بسلخه بشفيه، بعد كده بطلع الرجلين دي برضه بسلخه، بكسر نصها واخلي نصها هنا، خلي الحته الاخيره دي العربوبه بتاعتها هنا برضه نفس النظام هنا. بعد كده اروح الفتحه ملح، هسيبه 15 يوم في الشمس، حط له ملح زي كده وجلد. تمام يا محمد. قول لي الاول يا محمد، بس التمساح ده عمره تقريبا قد ايه بالظبط؟ يعني عمره يجي بتاع 7 شهور 6 شهور كده. هو ده مش متربي في بيوته كده، ده جايبينه من النيل ومتحنط يعني بعد ما مات، بس احنا ما موتوش. تمام. هنا بعد كده لما باجي اعمله احمطه كده، احط بليتين هنا صغيرين. وعينيه بتشيلها؟ ما هو العينين بتشال مع الملح يا عمومي، بس بتبقى مفتوحه زي كده. عباره عن فتحه. لو اللي يركز فيها ياخد باله ان هي عينيه ما فيش. محمد ده ذكر بقى، ده يعني يعتبر احسن حاجه في التمساح. ده الصعب عشان ابتدي اعمل ده بقى. ابتدي احشيه. تحشيه مبلول من جوه. دلوقتي يا محمد غطسنا راسه 10 دقايق، وبعدين كده هي ابتدت تطري فيها على كده. بس كده عشان تساعد بقى ايه ان الرقبه تتعدل من الرجلاش. ثبت الوضع بتاعه.